السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في الفيديو هذه. الفيديو هذه درناها لكم من اجل اطلاعكم على الخدمات الجديده التي اطلقتها بريد الجزائر. بريد الجزائر اطلقت مؤخرا خدمه جديده، وهذا من اجل تبسيط وتسهيل عمليات السحب وكشف الرصيد دون الحاجه الى بطاقه الهويه او المطبوع الموحد. نصحوا بالعاميه خوتي اخواتاتي، يعني المواطن لن يحتاج بعد اليوم الى كارت ناسيونال او الشاك سكون. نبدا العمليه خوتي، كما قلنا لن يحتاج الى الشاك سكون ولن يحتاج الى بطاقه الهويه، كل ما يحتاج اليه هي البطاقه الذهبيه. نقوم بادخال البطاقه الذهبيه في جهاز الدفع الالكتروني لو تي بي او، بعدها مباشره نقوم بطلب الخدمه وهي خدمه كشف الحساب. يطلب مني هنا ادخال الرقم السري، كما تشاهدون الجهاز أعطاني كشف الرصيد مباشرة، كذلك أعطاني وصل العملية. هذا الوصل كما تشاهدون فيه تاريخ العملية، فيه رقم البطاقة، وكذلك الكشف الرصيد. هذا ما يتعلق بكشف الرصيد. أما ما يتعلق بسحب الأموال، نقوم بنفس العملية، ندخل البطاقة الذهبية، نذهب إلى خانة السحب. هنا الجهاز يقوم يطلب مني إدخال المبلغ، نقوم بإدخال مبلغ بالدينار. ألف دينار جزائري، نقوم بالضغط على فاليدي هذه الخانة الخضراء. هنا الجهاز يطلب مني مرة أخرى تأكيد الرقم السري، فاليدي الخانة الخضراء دائما، انتظر قليلا. هنا يطلب مني الإمضاء، هنا قمت بالإمضاء كما تشاهدون. هنا تمت العملية بنجاح، وكذلك أعطاني وصل العملية كما تشاهدون. الوصل هو فيه بطاقة السحب، فيه المبلغ، فيه الإمضاء. هذا الوصل أحتفظ به أنا، ووصل ثاني يحتفظ به عون الشباك، وانتهت العملية. أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.